تتسع دائرة المعارك باتجاه مدينة الحديدة حاملة معها الكثير من الغموض عن نتائجها العسكرية وفاتحة العديد من التحذيرات الدولية عن انعكاساتها السلبية على المدنيين والكثير من الخسائر التي ستلحق بالأماكن الحيوية. أولى هذه الخسائر كما تفيد المنظمات الدولية هي الأماكن الطبية، وسجلت مصادر محلية قيام ميليشيا الحوثي باقتحام مستشفى 22 مايو بشارع 50 وتحويله إلى ثكنة عسكرية. منظمة الأمم المتحدة يونيسف حذرت من مخاطر اقتراب القتال من مستشفى الثورة، ووفق يونيسف فإن المعارك قد تودي بحياة 59 طفلا بينهم 25 في العناية المركزة. وأكدت المنظمة على أن أطفال الحديدة لن يستطيعوا تحمل أي تضرر يصيب مستشفى الثورة، في الوقت الذي أعربت فيه منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها حيال مرضى مستشفى السلخانة. الإمدادات الإنسانية ثاني هذه الخسائر التي ترصدها المنظمات الدولية، حيث أفادت منظمة يونيسف بأن القتال حول ميناء الحديدة سوف يلحق الضرر بواردات الوقود والسلع التجارية التي تصل إلى 80% من الإمدادات الإنسانية الواصلة لليمن. المدنيون في الحديدة هم الخسارة الكبرى في ظل غموض يكتنف قدرة التحالف والشرعية على حسم معركة التحرير، وتؤكد إحصائيات حديثة لأطباء بلا حدود على توسع حركة نزوح المدنيين من مدينة الحديدة، لكن الإجابة تبقى مخيفة عن مستقبل العالقين داخل المدينة.